كما قال الرئيس السيسي إنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية التوصل لاتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المباحثات تناولت قضية الأمن المائي المصري لكونه يمثل جزءا من الأمن القومي العربي. من ناحية أخرى فقد تناولنا قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية. وقد ثمن الرئيس تبون من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة الإفريقية في ظل الدور المهم الذي تطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن، واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء قارتنا الإفريقية.